النهاردة أول لقاء لنا على قناتي مع دكتور يوسف إدريس الله يرحمه. العبقري دكتور يوسف إدريس كان طبيب بشري خريج القصر العيني، شعلة من الذكاء، وللأسف هذه الشعلة انطفأت سريعا في عمر 64 سنة. شرفت وسعدت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بأن أنا قريت معظم أعماله، قصص وروايات ومسرحيات ومقالات كانت بتكتب في جريدة الأهرام، وحضرت له بعض الندوات. تعالوا نبدأ بقصة أرخص ليالي، وهقول لكم أهمية القصة دي وإزاي أثرت في حياتي. بعد صلاة العشاء كانت خراطيم من الشتائم تتدفق بغزارة من فم عبد الكريم، فتصيب آباء القرية وأمهاتها وتأخذ في طريقها الطنطاوي وأجداده. شوفوا الصورة، خراطيم من الشتائم تتدفق بغزارة. والحكاية أن عبد الكريم ما كاد يخطف الركعات الأربع حتى تسلل من الجامع ومضى في الزقاق الضيق، وقد لف يده وراء ظهره وجعلها تطبق على شقيقتها في ضيق وتبرم، وأحنى صدره في تزمت شديد، وكأن أكتافه تنوء بحمل البشت الثقيل الذي غزله بيده من صوف النعجة. ولم يكتفي بهذا، بل طوى رقبته في عناد وراح يشمشم بأنفه المقوس الطويل الذي كله حفر سوداء صغيرة، ويزوم وقد أطبق فمه فانكمش جلد وجهه النحاسي الأصفر، ووازت أطراف شاربه قمم حواجبه التي كانت لا تزال مبللة بماء الوضوء. شنبه وصل لحواجبه من كتر ما هم كتر. والذي بلبل كيانه أنه ما أن دخل إلى الزقاق حتى ضاعت منه ساقاه الغليظتان المنفوختان، ولم يعد يعرف موضع قدميه الكبيرتين المفلطحتين اللتين تشقق أسفلهما، شوفوا الوصف، حتى يكاد الشق يبلع المسمار فلا يبين له رأس. الله يرحمه. ارتبك الرجل رغم القسوة التي ضم بها نفسه، لأن الزقاق كان يمتلئ بصغار كالفتافيت يلعبون ويصرخون ويتسربون من بين رجليه، ويسرح واحد من بعيد وينطحه، ويشد الآخر البشت من ورائه، ويصيبه شقي بصفيحة في إصبع قدمه الكبيرة النافرة عن بقية أصابعه. ولم يستطع إزاء هذا كله إلا أن يسلط عليهم لسانه، فيخرب البيوت فوق رؤوس آبائهم وأجدادهم، وهال عن الداية التي شدت رجل الواحد منهم والبذرة الحرام التي أنبتته. ويرتعش عبد الكريم بالحنق وهو يسب ويمخض ويبصق على البلد الخائب الذي أصبح كله صغارا في صغار، ويتساءل وبشته يهتز عن معمل التفريخ الذي يأتي منه من هم أكثر من شعر رأسه، زعلان من العيال الدوشة اللي في الشارع. ويزدرد غيظه وهو يطمئن نفسه أن الغد كفيل بهم وأن الجوع لا محالة قاتلهم، والكريرة سرعان ما تجيء فتطيح بنصفهم. القصة دي اتكتبت في الخمسينات وبتصف حال مصر في الأربعينات في الريف. وتشهد عبد الكريم وهو يشعر براحة حقيقية حين خلف النحل وراءه في الزقاق، وأصبح يشرف على الوسعة التي تحيط بالبركة في وسط البلد. وانبسط الظلام الكثير أمامه، حيث تعشش البيوت المنخفضة الداكنة، وترقد أمامها أكوام السباخ كالقبور التي طال عليها الإهمال، ولا شيء بقي يدل على الأحياء المكدسين تحت السقوف إلا مصابيح متناثرة في الدائرة المظلمة الواسعة، وكأنها عيون جنيات رابضات يقدح منها الشرر. الدنيا ظلمة، واسعة كبيرة، بيوت صغيرة من الطوب اللبن، وأضواء صغيرة من اللمبة الجاز اللي بتبقى موجودة زمان، كأنها عيون جنيات رابضات يقدح منها الشرر في وسط الظلمة اللي موجودة، ويأتي نورها الأحمر الداكن متبخترا من بعيد ليغرق في سواد البركة. وتشتت بصر عبد الكريم في الظلام الفاضي، ودار برأسه هنا وهناك ورائحة الماء الصادئ في المستنقع تتلوى مع تقوس خياشيمه، وفي الحال شعر بالضيق يكتم فتحات أنفه، فشدد من قبضة يده وزاد انحناؤه وكاد يرمي بالبشت على حافة البركة. وكان ما ضايقه وكتم أنفاسه شخير الأرانب أهل بلده، الأرانب بقى بيخلفوا كتير، وهو يمتد مع انتشار الظلام. ولحظتها
كان ما يلهلب سخطه أكثر هو طنطاوي الغفير، وكوب الشاي الزرد الذي عزم عليه به في حبكة المغرب، والذي لولا دناوته دناوة بطل القصة وجريان ريقه عليه ما ذاقه. وتمشى عبد الكريم في الوسعة وأذنه لا تسمع حسا ولا حركة ولا حتى صيحة فرخة، وكأنه وسط جبانة وليس في رحاب بلدة فيها ما فيها من خلق الله. طبعا في الفترة دي في الأربعينات لا كان في تلفزيون ولا كهرباء، والفلاحين بيصحوا مع الفجر وبيناموا بعد صلاة العشاء. وحين بلغ منتصف الوسعة توقف، وكان لوقفته حكمة، فهو إذا أطاع ساقيه ومشى أصبح بعد خطوات قليلة في قلب بيته، وإذا أغلق دونه باب الدار كان عليه أن يخمد أنفاسه وينام. وهذه اللحظة لم تكن في عينيه قمحة واحدة من النوم، بل كان مخه أروق من ماء الطرمبة وأصفى من العسل الأبيض، ولا يهمه السهر ولو لهلال رمضان، كوباية الشاي اللي أخذها مع طنطاوي الغفير. وكان هذا بسبب دناوته وسواد الشاي في الكوب، وأفعوانية الطنطاوي وبسمته الزرقاء ودعوته التي لم يفكر في رفضها. ليس هناك نوم؟ طيب، ورجال البلدة الخناشير وقد انكفأوا يغطون من زمان وتركوا الليل لصغارهم الملاعين، فماذا يفعل عبد الكريم؟ يسهر؟ وأين يسهر؟ هل يلعب السغمية مع الأولاد؟ أو تزفه البنات وهن يقولن يا بريش إن شاء الله تعيش؟ صحيح، أين يسهر وهو أنظف من الصيني بعد غسيله، وليس معه قرش صاغ واحد حتى يذهب إلى غرزة أبو الإسعاد ويطلب القهوة على البيشة ويتبعها بكرسي الدخان كل ده بقرش، ويجلس ما شاء بعد ذلك على ريحة القهوة والكرسي، يراقب حريفة الكوتشينة من صبيان المحاميين، ويستمع إلى ما لا يفهمه في الراديو، ويضحك ملء قلبه مع السباعي، ويلقز أبو خليل وهو يقهقه، ثم ينتقل إلى مجلس المعلم عمار مع تجار البهائم، وقد يشارك في الحديث عن سوقها التي ركضت ونامت. ليس معه قرش، جزاك الله يا طنطاوي. وهو لا يستطيع أن يخطف رجله إلى الشيخ عبد المجيد، حيث يجده متربعا والمدفأة أمامه والكنكة النحاسية تغلي وتوشوش على مهل، والشيحي جالس بجواره يقص بكل ما في صوته من رنين ما حدث في الليالي التي شاب لها شعره، والأيام التي انقضت وأخذت معها بضاعته من عقول الناس القدامى الفارغة الطيبة، وجعلته يتوب عن النصب والسرقة وقلع الزرع على أيدي النمارضة من سكان هذا الجيل. لا يستطيع أن يتنحنح ويطرق باب الشيخ عبد المجيد، لأنه أول الأمس فقط دفع الرجل من فوق مدار السأية فأوقعه في الحوض، وأضحك عليه الشارد والوارد لما دب الخلاف بينهما على مصاريف إصلاح السقية، ومن ساعتها ولسان الشيخ لا يلافظ لسانه. كان الشيطان ساعتها شاطرا، ولكن طنطاوي بدعوته أشطر. الله يخرب بيتك يا طنطاوي، وماذا عليه لو سحب عصاه المشمشي ذات الكعب الحديد ومر على سمعان وانطلق إلى عزبة البلبسة، فهناك سامر وليلة حنة وغوازي وشخلعة وعود وهات إيدك. وإنما من أين يا عبد الكريم النقطة؟ ثم المساء قد دخل، ويجوز أن سمعان ذهب يصالح امرأته من خلها، والطريق خائنة والدنيا كحل. يا ناس، لماذا هو الخائب الساهر وحده؟ وطنطاوي لا شك قد استنضف مصطبة رقد عليها في دركة وراح في النوم، نام عليه البعيد أتقى الحائط. وماذا يحدث لو عاد إلى بيته هكذا كالناس الطيبين؟ ولكز امرأته فأيقظها وجعلها تنير المصباح وتمسح زجاجته وتشعل الموقد وتسخن له رغيفا وتحضر الفلفل الباقي من الغذاء، وحبذا لو كان قد بقي شيء من الفطيرة التي غمزتها بها أمها في الصباح. واخدين بالكم من الفقر، رغيف وفلفل فاضل من الغداء. وحبذا لو كان قد بقي شيء من الفطيرة التي غمزتها بها أمها في الصباح، وآه لو صنعت له بعدها كوزا من الحلبة وجلس كسلطان زمانه يرقع الثلاث مقاطف التي بليت مقاعدها. المقطف ده كانوا بيشيلوا فيه حاجات كده من الخوص ويرقعوا بقى عشان تاكل يعني، ويسمع لها آذانا وقد تملصت آذانها. ماذا يحدث بالله إذا كان هذا؟ هل تنتقل المحطة من مكانها؟ هل يعمل العمدة ليلة لوجه الله؟ هل تنطبق السماء على جرن الأبح؟ أبدا، لن يحدث شيء من هذا. ولكنه أعرف الناس بامرأته، وأعرف من شمهورش برقدتها كذكيبة الذرة المفروطة، وقد تبعثر حولها الصغار الستة كالكلاب الهافتة.
ولم تصحو ولو نفخ إسرافيل في نفيره، وإذا تفتحت ليلة القدر وقامت، فماذا تفعل؟ أهو يحاول الضحك على نفسه، وهل الذي يزمر يغطي ذقنه؟ المصباح بالعربي ليس فيه جاز إلا ما يملأ نصفه، والمرأة في حاجة إليه لتعجن وتخبز طول الليل الليلة الآتية إذا عشى أحد. ثم الأولاد لا ريب قد جاءوا ساعة المغرب وأكلوا الفلفل بآخر رغيف في المشنة، وهل تبقى فطيرة الصبح لتنتظر سهرته؟ وعليه أن يطمئن نفسه، فلك الحمد ليس في داره حلبة ولا سكر ولا يحزنون. ولن يستطيع عمره أن يحظى بكوب مثل الذي لحسه لحسا عند طنطاوي. الله يكحم روحك يا طنطاوي يا ابن زبيدة. ولو أن أحدا عنا له أن يقضي حاجته في الوسعة، ورأى عبد الكريم في وقفته مزروعا كزوال المآتة أمام وجه البركة الداكن، لظن في التو أن الرجل مسه شيطان أو لمسته شيخة، وعبد الكريم معذور. فالحيرة التي كان فيها أوسع منه، والمسألة أنه رجل على نياته لا يقرأ الليل ولا يكتبه، والجيب خالي، والليلة شتاء، والشاي يكوي راسه، وجهلت السهر من أمثاله قد غيبهم النوم من سنة مضت في سابع أرض، نايمين في سابع أرض. طالت من أجل ذلك حيرة الرجل، وطال وقوفه، وأخيرا فعلها وقر قراره وقطع الباقي من الواسعة في استسلام. وقد رأى أن يقضي ليلته كما اعتاد قضاء البارد من لياليه، وأخيرا استقر في وسط داره وقد أغلق الباب بالضبة وراءه، وتخطى أولاده الستة وهو يزحف في الظلام على قبوة الفرن حيث يتناثرون، ومصمص بشفتيه وهو يئن منهم ومن الظلام، ويعتب بينه وبين نفسه الذي رزقه بستة بطون تأكل الطوب. وكان يعرف طريقه، فطالما علمته ليالي البرد الطريق، وعثر آخر الأمر على امرأته، ولم يزغزغها، وإنما أخذ يطقطق لها أصابع يديها، ويدعق قدميها اللتين عليهما التراب بالقنطار، ويزغزغها في خشونة بعثت اليقظة المقشعرة في جسدها. وصحت المرأة على آخر لعنة أصابت طنطاوي في ليلته، وسألته في غير لهفة، وفمها يملأه التثاؤب عما جناه الرجل حتى يسبه في عز الليل. قال وهو ينضو ثيابه ويستعد لما سيكون: ها، الله يخرب بيت اللي كان السبب. وبعد شهور كانت النساء كالعادة يبشرنه بولد جديد، وكان هو يعزي نفسه على السابع الذي جاء في آخر الزمان، والذي لن يملأ طوب الأرض بطنه هو الآخر. وبعد شهور وسنوات كان عبد الكريم لا يزال يتعثر في جيش النمل من الصغار الذين يزحمون طريقه في ذهابه وأوبته، وكان لا يزال يتساءل كل ليلة ويداه خلف ظهره وأنفه يشمشم حوله عن الفتحة التي في الأرض أو السماء والتي منها يجيئون. الله يرحمك يا دكتور يوسف إدريسي عبقري. قصة تحديد النسل باختصار قايلها الدكتور يوسف إدريس في هذه القصة من الخمسينات، ودرسناها في الصحة العامة في كلية الطب في السبعينات كلية الحكومة. الطريقة المثلى لتحديد النسل هي رفع مستوى التعليم العام في البلد كلها، وإنه الطريقة الوحيدة للحراك الاجتماعي في المجتمع أن الواحد يتحرك إلى أعلى إنه يبقى متعلم. ساعتها الأهالي هيضطروا يصرفوا على أولادهم، ساعتها الأهالي هيفهموا أهمية إنهم يعلموا أولادهم مش يرموهم في الشارع، وساعتها غصب عنهم هيكتفوا باثنين أو ثلاثة. ما كانش فيه مشكلة زمان لأن الصحة العامة في الأربعينات وفي الأوائل الخمسينات كانت سيئة والوفيات كانت كثيرة. مع تحسن الصحة العامة مستوى البقاء على الحياة زاد جدا، وده سبب الانفجار السكاني، وما فيش حاجة هتوقفه إلا التعليم. الله يرحمك يا دكتور يوسف، يا رب تكونوا تمتعتوا بسماع هذه القصة اللي أنا تمتعت بقراءتها مرات عديدة من السبعينات حتى الآن. ولنا لقاءات أخرى مع الدكتور يوسف إدريس. ما تنسوش موعدنا الاثنين والخميس، ما تنسوش الاشتراك في القناة لو سمحتم، وتفعيل الجرس، ما تنسوش اللايك والشير، وسلام يا أصدقائي.